إن الصعوبة كانت في إنه المباراة الأولى واجه النصر، النصر المنتشي بيفوز على الهلال، وشايف إنه البطولة الأقرب حاليا للنصر كأس بطولة الملك. كأس الملك، هي نعم البطولة الأسهل، 4 مباريات توصلك النهائي، ممكن تحقق بطولة غالية وبطولة آبط طويلة جدا عن النصر. نتكلم عن فريق قائم من البطولة حوالي 36 سنة نعم كأس الملك، فبطولة تعتبر دائما في كل موسم أولوية قصوى بالنسبة للنصر. بعدها واجه الاتحاد في الحضور الجماهيري الكبير، في شخصية الاتحاد، في رغبة الاتحاد في إنه يبتعد بالصدارة في الفترة الحالية، إزاء هزيمة الهلال الهلال وتعادل وتعادل ضمك. دمك، كان نعم فرصة بالنسبة للاتحاد إنه يبتعد أكثر. فدي مباريات صعبة في العموم، لكن في مباريات كثيرة خسر فيها نقاط الاتفاق. أنا أعتقد إنه السبب الأساسي في الحاجة دي مدرب فلادان، وأعتقد إنه فلادان هو المدرب المناسب للاتفاق. مع انه هو يا دوب بادئ يمكن في نص الموسم بادئ مع نعم، الاتفاق. مع كامل الاحترام اللي بيقدمه في الأدار، لكن في الأدار شفناهم مع الأهلي في الموسم الماضي، نعم ما أعتقد أن المدرب ممكن يقدم إضافة كبيرة لأي فريق يستلمه. وما من المعقول أنك حتى لو بتقدم 2-0، أنا أعتقد أن الاتفاق قدم شوط متوازن جدا في الشوط الأول، نعم بتقدم بهدفين لأنه كان يلعب ضغط عالي. حتى لقطة الهدف الأول هي عبارة عن لقطة حق الضغط عالي ضغط من لا وليد أزارو، نعم تسببت في الهدف في انه زياد ما كان مركز وتمركز الحارس ما كان كويس، خطا مشترك سجلت الهدف بسبب الضغط العالي. لكن ما من المعقول انك تلعب ضد فريق زي الاتحاد بالكميه الحلول الهجوميه الموجوده في الفريق المهوله، تبدا تدافع من الدقيقه 60. يعني شاهدنا الاتفاق في مناطق الدفاعيه من الدقيقه 60، في حين انه الفريق هجوميا عنده الامكانيه انه يسجل ضد كل الفرق. وبعد ما سجل الاتحاد الهدف الثالث في الزمن الضايع، الاتفاق كان قريب جدا في اكثر من لقطه من انه يعدل النتيجه. فليش انت متقدم 2-0 ما لعبت بطريقه متوازنه على اساس انه تحافظ بالنتيجه؟